السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا في هذه البارتي بالنسبة لهذا السؤال الأول، إذا ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي با إي دو تي، إذا غادي نديرو لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون. قلنا يو ار بلوس يو ال إيكال أ يو ار هي ار فوا إي بويسك قلنا أون بوبين بارفيت، دونك معندناش ديك لا ريزيستونس انترن، إذا غادي نكتبو ال تي دو إي سور تي دو تي يقال أ. إذن هنا هذه راه صافي، هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. إلا بغينا نزيدو نقادو أكثر، غتكون دي دو إي سور دي دو تي بلوس أر سور إل و إي يقال أ سور إل. إذن في هاد لا كيستيون عندنا إي دو تي يقال أ بلوس بي إكسبونونسيال موان تي سور تو. هنا بغينا نلقاو ديك لو كونستونت ا و بي شحال كيساويو. اذا باش نلقاوهم كاينين دو زيتاب، ليتاب الاولى كنعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا، و ليتاب الثانيه افيك اون يوتيليزون لي كونديسيون انيسيال. اذا هنا الى درنا دي دو اي سور دي دو تي غتعطينا هي موان بي سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو. اذا عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال، اذا لعوضنا في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نلقاو ار فوا اي اللي هي فوا ا بلس ار فوا بي اكسبونسيال موان تي سور تو بلس ال فوا دي دو اي، اذا موان ال بي سور تو اكسبونسيال موان تي سور تو ايغال ا. هنا اش كنلاحظو؟ كنلاحظو كاينين دي تيرم اللي فيهم ليكسبونسيال وكاين دي تيرم اللي ما فيهمش. اذا غادي ندير واحد الفاكتوريزاسيون، غتولي لنا هنا ار ا plus un factorisé b exponentielle moins t sur tau facteur de r moins l sur tau égal à had. اذا اش كتعني هادي؟ هادي اشنو كتعني؟ كتعني ان هاد لابارتي هادي كتساوي هاد لابارتي، غير هو كنلاحظو هاد ادغوات بحال عندنا 0 فوا اكسبونونسييل موان تي سور تو ولا فوا بي اكسبونونسييل، يعني هادشي كامل، يعني هادشي كامل هذا خاصو يساوي صفر، حيت في اليمن ما عندناش اكسبونونسييل، شي تيرم اللي فيه اكسبونونسييل، عندنا غير اون كونستانت. اذا دابخي هاد العمليه شنو غادي نلاحظو؟ غادي نلاحظو بانه اش، بان غيكون عندنا جوج بارتيات ار موان ال سور تو خاصها تساوي صفر، الو وخاص تكون عندنا ار ا هذيك لا كونستانت كتساوي لا كونستانت اللي في اليمن اللي هي ا، ومن هنا كنبقاو حتى نخرجوا هذوك لي كونستانت. اذا هنا كنلاحظوا بان تو تساوي ال على ار، وكنلاحظوا بان ا كتساوي او على ار. الى بغينا نجبدوا بي غنمشيو لي كونديسيون انيسيال، نقولوا ا تي ايغال 0 ونا اي تي ايغال 0 ايغال 0. اذا لاحظوا هنا لا كور ديال اي، اي في تي ايغال 0 شحال كتساوي؟ كتساوي 0، اذا كتبدا من هذه النقطه هذه. اوكي، اذا حنا غادي نعوضوا هذاك الشيء عندنا، غتكون اي في تي ايغال 0 تساوي ا بلس بي اكسبونسيال 0 اللي هي 1، اذا هي ا بلس بي ايغال 0. الوغ دونك او بيان دونك بي ايغال موان ا واللي كتساوي موان او سور ار. اذا احنا لقينا ا ولقينا بي. اذا دابا ممكن نكتبوا لك ليكسبريسيون دو اي دو تي، اذا لعوضناهم غتعطينا هي او سور ار فاكتور دو ان موان اكسبونسيال موان تي سور تو او افيك تو افيك تو ايغال ان سور ار هي لا كونستانت دو طون في لو سيركوي ار ال. اذا باش نجبدوا لا فالور دو ال، اذا كنعرفوا بان تو ايغال ان سور ار، اذا ممكن نستعمل هاد لا غولاسيون اللي هي ال ايغال ار فوا تو. تو ممكن نجبدوها من لا كوب، اذا هاد البارتي هادي فين كتقطع هاد لا طونجونت هادي مع لا طونجونت في الزيرو اللي كتعطينا دو، اذا تو ايغال ا دو. اذا دابخي لا كوب تو ايغال 2 ملي سكوند، سيتادير 2 10 موان 3 سكوند. بقات لينا ار، ار كيفاش غادي نجبدوها؟ ار غادي نمشيو في او ريجيم بيرمانون، نقولو او ريجيم بيرمانون اون
اي دو تي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد اي ماكس. كتساوي اذا غادي نجيو لهنا كتساوي هذه 9.6 فوا 2 هي 19.2 فوا 3 فوا 4 فوا 5، اذا هي 9.6 5 المرات. اذا درنا فوا 5 غادي تعطينا اي ماكس تساوي 48 10 اس ناقص 3. اذا وكنعرفو كذلك اي دو تي في لانفيني، في لانفيني يعني في لوريجين بيرمانون، غادي تعطينا اش؟ غتعطينا ايكال ا إيجال أ بلس بي فوا زيرو، إذن هي أ، أ اللي هي قلنا أو سيغ إر، أوكي؟ إذن غادي تكون عندنا إي ماكس إيجال أو سيغ إر، إذن هاديك إر هي اللي خاصنا حنا، إذن إر إيجال أو سيغ إي ماكس، ملي لقاو إر غادي نعوضوها الفوق، إذن هي أو عندنا هي 24 فولت سيغ 48 10 موان 3، دونك إر إيغال 500 أوم، إل إيغال 500 في جوج 10 أس ناقص 3، 500 في جوج هي 1000 هي 10 أس 3، و 10 أس ناقص 3 إيغال 1 هنري. إذن ليكسبغيسيون نيميريك دو لاتونسيون يو إل، إذا عندنا يو إل إيغال إل تي دو إي سيغ تي دو تي. إذن لقينا حنا دوك لي كونستونت شحال كيساوي؟ لقينا بأن إي دو تي قلنا كتساوي أو سيغ إر موان أو سيغ إر إكسبونسي موان تي سيغ تو، دونك إلا بغينا نديرو تي دو إي سيغ تي دو تي غتعطينا بلوس أو سيغ إر تو إكسبونسي موان تي سيغ تو، تو قلنا لقينا كذلك شحال كتساوي؟ إذا غتكون عندنا أو سيغ إر تو هي ال على ار، دونك ال سيغ ار، ار غادي تطلع الفوق اكسبونسيال موان تي سيغ تو. الوغ اكسبريسيون دو يو ال ايغال ال فوا او سيغ ال اكسبونسيال موان تي سيغ تو، دو يو ال ايغال او اكسبونسيال موان تي سيغ تو افيك égal n sur r. Et on applique la loi d'additivité des tensions. On aura uc plus ul égale 0. Maintenant, un générateur de tension. Et donc, en fonction de l'équation vérifiée par uc de t, uc de t, on a uc plus ul, c'est la même bobine. دونك غتكون ال تي دو اي سور تي دو تي ايكال زيرو. غنديرو واحد شويه ديال لا ريفيزيون. عندنا بالنسبه للكوندونساتور عندنا جوج علاقات خاصنا نحفظوهم، اول علاقه يو سي كتساوي كيو سور سي، والعلاقه الثانيه اي تساوي دي دو كيو سور دي دو تي. الوغ الى عندنا دي دو اي سور دي دو تي هي اش؟ هي تي او كاري كيو سور دي تي او كاري، وكيو اشنو كتساوي؟ كي راه كتساوي يو سي فوا يو سي. اذا غنديرو هنا لا ديريفي سي سي تي كونستانت غتخرج غتولي سي دي او كاري يو سي سور دي تي او كاري. مزيان، اذا غادي تولي عندنا ليكواسيون ديفيرونسيال هي يو سي بلس ال سي دي او كاري يو سي سور دي تي او كاري ايكال زيرو. ممكن ديما هذه اللي تتكون فيها لا ديريفي الكبيره كنخليو هذوك لي كوفيسيون حدا تساوي واحد، يعني غادي نقسمو على ال سي من الافضل. غتكون عندنا دي او كاري يو سي سور دي تي او كاري بلس ان سور ال سي يو سي ايغال زيرو، زيرو سور ال سي هي زيرو. اذا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار يو سي. إذن ديما هاد السؤال فاش يقول لكم تروفي لا كاباسيتي سي ولا لاندكتونس ال، إذن ديما كنفكروا في هذيك لا غولاسيون ديال لا بيريود بروبر في السيركوي ان سي سون امورتيسمون، يعني فاش ما تكونش عندنا واحد لا ريزيستونس اللي كتضيع علينا لينيرجي سو افي جول. إذن قلنا تي زيرو هادي ديما علاقة خاصة تحفظ، فاش يكون عندنا ال سي ديما كنستعمل العلاقة تي زيرو سي لا بيريود بروبر من هنا حتى لهنا
كنلاحظوا كل وحده كتساوي 0.5 0.5 1 1 اونص جوج. الوغ تي 0 كتساوي جوج ملي سكوند، هي جوج ناقص 3 سكوند. اذا الا درت تي 0 او كاري غتكون عندنا 4 بي او كاري هي 10 فوا ال سي. ال هي واحد هنري، غتبقى ليا سي شحال؟ اذا سي هي تي 0 او كاري سور 4 فوا بي او كاري فوا ال. اذا غندير واحد لابليكاسيون نيميريك غتكون دي سي تساوي تي تي 0 قلنا هي جوج 10 اس ناقص 3 او كاري سور 4 فوا 10 فوا 1. هذه كتعطينا هي 10 اس ناقص 7 فاراد. اذا حنا كنعرفوا بانه هذوك لي كومبوزونط الكوندونساتور ولا بوبين بجوجهم ان ماغازين دو لينيرجي كيخزنوا لينيرجي، وهذيك لينيرجي كتبقى كونستانت. علاش؟ حيت ما عندناش واحد لا ريزيستانس فاش كتضيع لينيرجي. اذا اون لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي دون لو كا دو سيركوي ال سي. الوغ غادي نحسبوا بعدا شكون هي او توتال. او توتال هي او سي ماكسيموم ياك، او بيان لينيرجي سميوها مثلا الكتريك ماكسيموم، وكتساوي كذلك لينيرجي مانيتيك ماكسيموم. لينيرجي مانيتيك ماغازيني بار لا بوبين، وهاد او او مثلا انرجي ماغازيني بار الكوندونساتور. اذا حنا عندنا هنا لا كورف ديال او سي، كنعرفوا بان لينيرجي او ماغازيني بار الكوندونساتور هي ان دومي سي او سي ماكس. او سي ماكس اوكار باش نلقاو لينيرجي توتال، حيت ما قلنا لينيرجي ما كضيعش ديما نفس لينيرجي اللي تتكون في لو سيركوي في اي لحظه. اذا عندنا ان دومي 0.5 فوا 10 اس ناقص 7 فوا يو سي ماكس. يو سي ماكس عندنا هنا عندنا 5 فولت وهنا 10 فولت، اذا هي 100 فولت فوا 100. اذا غادي تعطينا هذه هي 5 تساوي 5 10 اس ناقص 6 جول. هنا قال لك حسب لينا لينيرجي في واحد لو طون كيلكونك. اذا كما كنعرفوا غتكون او توتال اللي ما كتغيرش كتساوي او او في تي ان بلس او مانيتيك في تي ان. او مانيتيك ما يمكنش نحسب واحد، ما عندناش هنا او ال. اذا غادي نحسب او مانيتيك بطريقه غير مباشره، غادي نكتب او مانيتيك في تي ان تساوي او توتال موان او لينيرجي دو كوندونساتور في تي ان. اذا غادي نقولو او توتال هي 5 10 موان 6 ناقص 1 دومي سي يو سي 1 يو سي تي 1 او كار ياك. ماشي مشكل، غير باش نشرح لكم درتها الطريقة هذه. اذا هي ناقص 0.5 فوا 10 على بويسونس موان 7 فوا يو سي 1 في تي 1 اللي هي فاش في 1.8 ملي سكوند. اذا عندنا هنا 0.5 1 1.5 هنا 1.6 7 8. اذا هنا 8 كتعطيك هاد البوان هنا، كل تدريجه الفوق كل تدريجه هنا كتساوي 1 فولت. اذا هنا 5 هذه 6 هذه اللي بالخضر 6 اللي تابعه بالخضر 7 8 فولت. اذا 8 او كاري. اذا غتعطينا او ام تي ان تساوي 1.8 10 موان 6 جول. اذا هي لينيرجي او ماغازيني بار لا بوبين على الانستون 1.8 ملي سكوند. لا موديلاسيون دامبليتود شوازير لا بون بروبوزيسيون. اذا لا بون عندنا وحده اللي صحيحه في هذوك. هنا بغينا نعرفوا لا فريكونس ديال لا بورتوز من لا فريكونس ديال لو سينيال موديلو. اذا لا بورتوز هي تتكون عندنا لا فريكونس كبيره، هما هاد الصغار هادو. اذا هادو هما تي بي، هما الصور هادو تتسموا تي بي لي بيريود ديال لا بورتوز. وبين هاد الكبيره هاد اللي بالخضر بين هنا وهنا هادي هي تي اس. اذا الا بغيت نلقى لا فريكونس اف اس ديال لو سينيال موديلون، اذا هي ان سور تي اس. اذا غادي نحسب
من قلنا هنا واحد ميلي سكوند عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا خمسة ميلي سكوند، إذا 1 سور 5 10 موان 3، إذا هذه غتعطينا 200 هرتز 200 هرتز. نجيو دابا لابورتوز، إذا لابورتوز غادي نحسبو من هنا ياك، غنحسبو من هنا حتى لهنا شحال فيها من تي بي، عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 12 13 14 15 16 17 18 19 20، إذا عندنا 20 تي بي شحال كيساويو؟ كيساويو 5 × 10³ سكون، إذا تي بي وحدة كتساوي 5 × 10³ على 20 اللي غتعطينا 2.5 × 10⁴ سكون. ألوغ اف بي لا فريكونس دو لا بورتوز هي 4000 هرتز، اللي هي 4 كيلو هرتز. اذا غادي نقلبوا حنا فين كاينين هاد، اذا عندنا هنا لا فريكونس دو سينال مودولون اي دو 4 لا ديال لا بورتوز هي 4، اذا هادي غلطه. لا فريكونس دو لا بورتوز اي دو 4 كيلو هرتز فري، اذا هادي هي اللي صحيح. الاخرين بلا ما نشوفهم قال لك غير اون اللي هي صحيح، اذا الاخرين غيكونوا غلط. الناس سي la fréquence du signal modulant est de 100 خطأ، la fréquence de la porteuse est de 200 خطأ. اللي غادي نكتبو هنا 3 1 غنكتبو هي شحال، غنكتبو هي بي، اذا غادي نكتبو هنا بي. تخوا دو أ، لو طو دو مودولاسيون اي ام ايكال 0.4. لو طون دو مودولاسيون عندنا دو ميثود باش نكالكولي. اولا ام غادي نستعملو اللي ساهله لينا بالنسبه لهاد لو طابلو اللي عطينا، اللي ساهله هي اش عندنا يو ماكس، نحسبو يو ماكس موان يو مين سور يو ماكس بلوس يو مين. عندنا يو ماكس، يو ماكس هي ماكسيموم طبيعة الحال، هي هادي من الزيرو طبيعة الحال، ملي كنبداو من الزيرو طالعين بشحال جوج ربعة ستة، هي ستة ماكس، هي ستة. يمين ديال لو سينيال موديلون كامل هنا، شوف من الزيرو حتى هنا شحال هادي جوج ناقص جوج على ستة زائد جوج، غتعطينا ستة ناقص جوج هي ربعة على تمنية هي 0.5. إذا إم لو طو دو مودولاسيون إيكال 0.5، إذا أ غادي تكون أش. كاينة الطريقة الأخرى تنحسبو يو اس ام سيغ يو زيرو، هادي لا كومبوزونت كونتين مفهوم. إذا يو اس ام كنعرفو هي تتساوي جوج، علاش جوج؟ يو اس ام كنشوفو المنتصف ديال هاد لونفولوب، لونفولوب من هنا حتى لهنا، هادي اللي الفوق، هذا هو لو سينيال اللي بغينا نسترجعو. كنشوفو الوسط ديالو، الوسط ديالو هي ديرا مثلا اورنج، هذا هو الوسط. بشحال طالع ب يو اس ام؟ طالع بوحدة، يعني جوج يساوي هي جوج فولت. يو زيرو بشحال الديكالات لينا هاد لاكوب هادي، بشحال الديكالات على الزيرو، بشحال طلعت لا كومبوزونت كونتيني؟ تنبداو من الزيرو حتى المنتصف، اللي غنديروها بالخضر باش تبان، هادي يو زيرو من هنا حتى لهنا. يو زيرو شحال؟ جوج ربعة، إذا هي جوج أربعة، إذا على أربعة هي نيت 0.5. بون، إذا لا فالور دو لا كومبوزونت كونتينو، إذا هي ديك يو زيرو ولا اسمها هنا يو ال، إذا لا كومبوزونت كونتينو قلنا كتساوي شحال؟ تتساوي 4 فولت، إذا انت هادي فو. إذا بوغ ريبريزونتي لالور دو سبيكتر دو فريكونس، إذا كنستعمل ديك لا غولاسيون اللي عندنا اللي هي يو اس دو تي كتساوي ا، اللي هي كيما عرفنا هي يو بي ام، هي لا طونسيون ديال لا بورتوز فوا يو زيرو فوا دي كا ديال الملتيبليور ديك لا كونستانت، اذا ا سي اون كونستانت، اذا كنديرو ا فوا ام لو طو دو مودولاسيون سور دو كوسينوس دو بي اف بي موان اف اس تي بلوس ا كوسينوس 2π fp fois t plus am sur 2
كوسينوس دو بي. إذا هاد الشيء راه كاين في الدرس اف بي بلس اف اس فوت. إذا إلا بغينا نرسموهم قالك سون إيشيل، إذا غادي تكون عندنا هنا أ أون فولت، غادي يكون عندنا هنا غادي شكون على فريكونس الأولى، على فريكونس الأولى اف بي غتكون اف بي الوسط، وغادي يكون هنا شكون اف بي قلنا هي 4000، غندير هنا هي لا فريكونس هنا غتكون في 4000 تساوي 4 كيلو هرتز، وغتكون عندنا هنا اف بي موان اف اس، وهنا يعني نفس المسافة غتكون هنا اف بي بلس اف اس. اذا غادي نطلعوا شكون اللي غادي تكون كبيره من طبيعه الحال هي ا، لان ام صغر من واحد، اذا ام فوا ا اول غتكون صغر من ا مقسومه على جوج. اوكي اذا غادي نديرو هنا هذه غادي تطلع باش غتطلع ب ا، اذا تطلع ب ا، وهذه غادي تطلع باش ب ا بحالها بحال الاخرى غتطلع ب ام سيغ دو ام سيغ دو. اذا هنا اف بي موان اف اس، اف بي موان اف اس شحال غادي يساوي؟ غادي يساوي 4000 ناقص 200 اللي هي 3.8 كيلو هرتز، و اف بي بلس اف اس غادي يكون هي 4.2 كيلو هرتز. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لابارتي ديال الالكتريسيتي. شكرا على حسن انتباهكم.